الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المثال البسيط والقصير بإذن الله، هو تمرين أول أو مثال، المثال الأول فأعتبره في الاقتصاد القياسي. على سبيل المثال لدينا الآن البيانات الآتية عن مستوى الدخل. عندي الآن الدخل 15 أسرة أو 15 مشاهدة، 10 9 بالألف، طبعا مستوى دخل الأسرة Y sub I بالألف دينار، بالألف دولار، بالألف باوند، يعني وحدات القياس لا تبنى، المبدأ اللي هو الأساسي، مقابل مستوى تعليم رب الأسرة. فلاحظوا الآن Y I 10 9 5 3 إلى أن ننتهي بـ 34، هذه الآن مستوى دخل الأسرة بالألف دينار أو بالألف وحدة، ومقابل أوكي مستوى تعليم رب الأسرة، هاي بالسنوات 5 4 7 3 وهكذا إلى أن تنتهي من 30 سنة. نحتاج إلى تقدير الأثر الحدي marginal effect. ما هو أثر كل سنة الآن تعليمية يكتسبها رب الأسرة على مستوى دخل الأسرة؟ فالآن بمعنى آخر نحتاج إلى تقدير دالة خطية، دالة خطية، يعني لو أني أستطيع أن أرسم هنا بعد إذنكم draw، بدي أرسم بالخط هذا، سأحتاج إلى الآن دالة كما يلي y sub i هذه تساوي a زائد b في x i. طبعا بيكون في عندي خطأ error مسمين، نسميه إحنا الآن plus أو زائد اي اي اللي هو الخطأ. اوكي، فالان سنحتاج الى تقدير الان هذه اي وبي. اوكي، مهم جدا احبتي انه الان يعني تنتبهوا اللي يعني واي اي اللي هو دخل الاسره يعتمد على عدد السنوات التي اكتسبها ويكتسبها رب الاسره. من هنا ننطلق الان، ما الذي نحتاجه؟ خليني أمحى هذا الكلام حتى يكون كل شيء واضح. أوكي، والآن هذه البيانات. الخطوة الأولى تصميم المصفوفة X التي تتكون من واحدات أحاد يعني وقيم متغير مستقل كما يلي. هذه الآن المصفوفة X، X تساوي 1 1 1 اللي هي 15 مشاهدة. هاي حتى نأخذ بعين الاعتبار أننا سنقدر A اللي محيتها قبل قليل A. اوكي، فهذه احاد الان 15 واحد، ونضع الان قيم المتغير المستقل اكس اي اللي هو 5 4 7 وهكذا، اللي هي هنا 5 4 7 هي الميتريكس A. الخطوه الثانيه حساب منقول هذه المصفوفه اكس، فبتكون طبعا يعني الصف هون العمود يصبح صفا وهذا العمود يصبح صفا. لاحظوا لي اكس تتكون من 15 صفا وعمودين، هنا هذا الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث، الصف الرابع وهكذا، هذا الصف الخامس عشر، والعمودين هذا العمود الأول وهذا العمود الثاني. الآن هذه عندما نأخذ منقولها، نحسب منقولها، يصبح العمود صفا أو الصف عمود، طبعا هذا الصف يصبح هنا وهذا الصف يصبح هنا وهكذا. بتلاحظوا أنه 1 1 1 أتت في على صف واحد، وهنا الخمسة والأربعة والسبعة أصبحت بالصف هذا، هذا العمود أصبح صفا. الآن حساب حاصل ضرب المصفوفة X transpose، هذه منقول المصفوفة مضروبة بهذه، نحصل على طبعا X transpose X هذه 15. لاحظوا لي هاي دائما وأبدا هي حجم العينة، وهذه دائما وأبدا مربع، بتكون يعني قيمة موجبة. ممكن هذه القيم اللي هنا المتماثلة قد تكون سالبة أو موجبة أو الأصفار، لا يهمنا الآن. طبعا هنا موجب لأنه عندي نتحدث عن دخل وعن سنوات خبرة بالتدريس وهكذا، أو سنوات تدريس التي اكتسبها رب الأسرة، وبالتالي عندي هنا هذا الأكس ترانسبوز أكس دائما متماثل، هذا القطر الرئيسي وهي الآن التماثل 218 218. الخطوة الرابعة حساب معكوس المصفوفة أكس ترانسبوز أكس اللي هو منقول أكس مضروب في أكس، حسبناها طبعا على الإكسل فكانت كما يلي. لاحظ التماثل هنا، هذه سالب فاصلة
صفر اتناش سالب فاصلة صفر اتناش، هون عندي فاصلة 24.8 وهون فاصل صفر 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 تسعة. هذا الآن الأكس ترانسبوز أكس إنفس اللي هو معكوس هذه المصفوفة. الخطوة الخامسة حساب المصفوفة أكس ترانسبوز واي بضرب المصفوفة أكس ترانسبوز بالمتجه واي، فحصلنا طبعا هون أكس ترانسبوز هذه أكس ترانسبوز ضربناها بالمتجه واي هذه اللي هو العمود هذا، فحصلنا على القيمة التالية اللي هي أكس ترانسبوز واي تساوي 247 بعدين 4878. الخطوة السادسة الحصول على قيم المعلومات المقدر بضرب اكس ترانسبوز اكس انفس اللي هي هذه المصفوفة المعكوسة هذه مضروبة بالاكس ترانسبوز واي اللي هو بنقول المصفوفة اكس مضروبة في واي، يعني معنى اخر هذه المصفوفة مضروب في هذا المتجه. لاحظ حصلنا على بيتا هات اللي هي A و B، هنا A هذه A وهذه B فتساوي فاصلة 37.809 و B تساوي 1.10.701، أي أن المعادلة المقدرة معلوماتها Y hat sub I هذه تساوي كما تلاحظون أحبتي تساوي الآن فاصلة 37.809 كما هي، هذه A hat التي قدرناها زائد 1.10.701 اللي هي هذه القيمة. تفسير النتائج هذا يكون الحد الأدنى إذا كان عدد السنوات التي اكتسبها رب الأسرة من التعيين تساوي صفرا، فإن دخل الأسرة بيكون بالحد الأدنى هذه القيمة اللي هي الـ A hat مضروب في 1000 تساوي يعني 370 دينار بالسنة اللي هي فاصلة 37809 1000 دينار. هلأ كل سنة إضافية يكتسبها بالأسرة من التعليم تضيف إلى دخله 1.10.701 ضرب 1000 دينار، بمعنى آخر هنا 1000 دينار 1000 هذه سقطت سهوا هنا، دعني الآن أكتبها حتى لا يلومني أحد. هنا جاي هنا هذه أحط سهم هنا وهي 1000 دينار بعد إذنكم. أوكي فالآن هاي التفسيرها من أجل التأكد من صحة التقديرات ودقتها قمت بتقدير المعلومات بواسطة برنامج أكسل، فكانت النتيجة كما هي. لاحظوا لي هنا أحبتي هذا الانترسبت كما ذكرت قبل قليل، لاحظوا لي هنا هاي حسب برنامج الأكسل اللي هو فاصلة 37.89 هنا فاصلة 37.89 وهنا البي هات اللي هي سلوب أو ما يسمى بميل هذه الدالة ميلها يساوي 1.10.701 فعلا هنا 10.701 هذه القيمة، وما يعني أنه دقة التقديرات كانت يعني عالية جدا جدا، سواء يعني قمنا بذلك يدويا بواسطة الماتريس أو قدرنا بواسطة الأكسل شيت. في التمرين المقبل بإذن الله تعالى سأوضح طريقة حساب معامل التحديد اللي هو الار سكوير coefficient determination والخطأ المعياري standard error لكل معلمة واختبار الفرضيات بإذن الله تعالى. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع البسيط والقصير، هو تمرين فقط لا غير. إن شاء الله كذلك الأمر سأتوسع بالتمارين والتي يعني بحاجة لها الطلبة. التمرين القادم بإذن الله بعد ما نحسب كيفية يعني كيف نحسب الار سكوير والستاندرد ايرورز أو معامل التحديد والخطأ المعياري لكل معلمة، سأبين طريقة استخدام المصفوفات ثم على الإكسل كيف نقدر معلومات دالة متعددة الحدود ليس فقط تعتمد يعني واي اي على اكس، هناك ربما عوامل أخرى إن شاء الله. وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.